مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم بتغطية إخبارية جديدة ولايفات خاصة هنا من واحد سيوة محافظة مطروح. معكم عزيز الديب، ننقل إليكم أغلى بلح في مصر ويكاد أغلى بلح في العالم. هنعرف أنواعه إيه، أشكاله، أعداده في الكيلو قد إيه، إزاي نعرفه البلح ده أغلى بلح ولا لأ، وأنواعه إيه. أتعرف على حضرتك مجدي جادو من منتجي التمور في مصر. من منتجي التمور في مصر، احنا شغالين في مجموعه من الاصناف في المجدول والخضر والسبعي، وزي ما انتم عارفين ان المجدول بيسموه في التمور ملك التمور، لان هو بيتميز بان هو فيه لحم شويه والحجم بتاعه بيبقى كبير شويه. يمكن حضراتكم ده صنف من الاصناف اللي احنا شغالين فيه اللي هو المجدول اهو. المجدول ده اغلى بلح. تمام، اسعاره ايه؟ ده اسعاره بتتراوح في السوق، دي طازه زي ما بيقولوا كده اهو، بتتراوح في السوق من حوالي 150 لحد توصل لحوالي 350. طيب عايز اعرف هل ليه احجام؟ يعمل كام واحده في الكيلو؟ المجدول فيه حوالي 5 احجام، بيبدا من السوبر جامبو. السوبر جامبو ده تقريبا بيعمل حوالي 40 قطعه في العبوه الكيلو، والجامبو ده تقريبا بيعمل حوالي 45 قطعه، اللارج بيعمل حوالي 52 قطعه، الميديم بيعمل حوالي 62 قطعه، اما السمول بيعمل حوالي 81 قطعه. اعرفه ازاي ده البلح ده من اغلى بلح ولا لا اللي هو المجدول؟ هو اغلى الانواع هو السوبر جامبو. تمام. اللي هو الحبايه الكبيره شويه. المجدول برضه بتوزن حوالي 25 جرام تقريبا الحبايه الواحده. تمام. بيتميز بان هو زي ما انت كده شايف، يعني في لحم من جوه. يمكن لو تسمح لي ان انا افتح لحضرتك كده. اتفضل. مليانه لحم من جوه. تمام. يعني هي طبيعتها اصلا مواصفاته ايه غير اللحم جواه؟ هو في منه نوعين، دارك ولايت. تمام. الدارك اللي هو اللون الغامق اللي انت شايفه دون، واللايت بيبقى لون فاتح شويه اللي هو افتح من ده شويه. تمام. ده بالنسبه للالوان. اما الاحجام زي ما وضحت لحضرتك، الاحجام اللي وضحتها لك في المسميات اللي وضحتها لك من شويه. الدرجه الثانيه بعد المجدول. وهل السكر عندك هنا عالي ولا لا؟ هو طبعا المجدول في اسوان شويه، احنا بنروي بمياه العذبه، ودي زي ما انتم عارفين اسوان كده كانت مشهوره بالتمور، بس ما كانتش مشهوره بالاصناف اللي هي الاسعار العاليه دي. اشتغلنا عليها في الاصناف بتاعه المجدول، وحاولنا نطور من صنف المجدول، وزي ما انت شايف كده هو ان احنا بنقدر ننافس بيه، بنصدر بيه كمان في مصر او بره مصر. على فكره مصر كمان عملت اسم كويس جدا جدا في وسط المنافسين الدوليين فيها، يمكن الاردن، كاليفورنيا، دول صديقه لينا كانت شغاله في المجدول، احنا تفوقنا عليها وبنتفوق عليها في الاحجام والكميات اللي بتطلع في السوق، ويمكن احنا عاملين بنحسن من جودتها خلال الفتره الجايه دي، والدوله فيها اهتمام سواء بقى سياسي او استثماري من المستثمرين، وان المنتج اصلا ذات نفسه بقى عليه طلب، ولذلك احنا بنحسن من جودته، لان العميل عرف ان المجدول حاجه ليها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت ليه فوائد صحيه. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي، معلش معذرتك، ازاي بقى بحافظ عليه لما اشتريه؟ يعني اشتريت مثلا كيلو 2 كيلو هسيبه عندي في البيت، هحافظ عليه ازاي؟ هل احطه في الثلاجه بره الثلاجه؟ هل ليه فتره معينه؟ هو المجدول طبعا لازم يتحفظ عليه في الثلاجه، لان هو من الاصناف اللي بتكره الحر شويه. فانت كل ما تشتغل على انت تحافظ على المنتج بتاعك في الثلاجه بيكون افضل لك، زيها زي الاصناف السعوديه، في صنف اسمه رطب سكري مثلا، ده لازم تحفظ في الثلاجه. السكر اخباره فيه؟ لا، السكر والميه مظبوطين في المجدول. يمكن محافظه اسوان نجحت في ان السكريات بتاعه التمر ده مظبوطه شويه عن المحافظات والمناطق اللي حوالينا، وده اللي بيميز المنتج بتاع اسوان بالتحديد في الحته بتاعه المجدول. طيب نخش على المنتج تاني، انت بتقولي فيه بلحه قريبه من المجدول او بعد المجدول. تمام. هو ده صنف اسمه خضري، خضري
هو ده صنف سعودي احنا استوردنا الفسائل بتاعته تمام واشتغلنا عليه برضو في مصر في تجربه خلال السنين اللي فاتت دي. هل هو شبيه للمجدول ولا يختلف عنه؟ لا هو يختلف عنه في الطعم طبعا وفي الحجم والريحة. بس انتوا زي ما انتوا شايفين كده والريحه طبعا لا والريحه طبعا ده يعني بيتميز ان هو ده يعني في المناطق الخارجية او الحلوانية بالتحديد بيحبوا يحشوه مكسرات ويغطسوه في الشوكولاتة. ده الصنف اللي شغال في الحشوات المكسرات بالتحديد. يمكن الاخوة السوريين هم اللي عملوا السوق في مصر لان هو عليه طلب منهم. هل هو نفس الحجم بتاع المجدول في اللحمة؟ لا صراحة لا المجدول طبعا اللحمة بتاعته اعلى لا اعلى بكتير طبعا. ولذلك هو المجدول لو قلت حقيقة من شوية زي ما سموه في السوق ملك التمور. ملك التمور فصنف الخضري يعني نصدر الفترة الجاية ان شاء الله مجدول ولا لسه؟ المجدول احنا في مصر بالفعل في بعض الشركات والمزارعين حوالينا فعلا صدروا فيه وبقينا نمسك فيه. يعني احنا حاليا دلوقتي في ناس بتودي اوروبا سويسرا في ناس بتودي بنجلاديش في ناس ودوا انجلترا وفي يمكن السوبر ماركت يمكن كان معانا من شويه كان عايز يعبي عبوات كيلو هنا ونص كيلو وربع كيلو عشان يشغلها في سوبر ماركت عنده في انجلترا. الزبون بيحب انه نوع بالنسبه للاوروبي المجدول بالنسبه للمنطقه العربيه بتعشق كل اصناف التمور زي ما بيقولوا كده لكن احسن حاجه في السوق المصري ان هو بيقبل كل الاصناف لان زي ما بيقولوا كده في المثل يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فالمصريين بصراحه غلبوا الاسواق العربيه بان هم بيستوعبوا كل الاصناف. عملت وصل كم عدد النخل عندك حتى الان؟ تقريبا في المزرعه عندنا حوالي 36 الف نخله. خلال الفتره الجايه نفسك تطوروا لحد كام؟ احنا مستهدفين خلال الخمس سنين الجايين هنوصل ل 100 الف نخله. التوفيق ان شاء الله. اني على البلحاء الاخيره عشان نختم. ده صنف اسمه صقعي. الصنف الصقعي ده اقرب ل تمر الوادي الجديد تمام وهو احد يعني زي بيقولوا كده التهجينات بتاعه التمر الوادي الجديد. مش عارف بقى انتوا شايفينه كويس؟ لا شايف تمام برضه نفس الكلام. هو طبعا بيشتهر شويه طبعا بالطوق. اللحمه بتاعته بتبقى يعني زي بيقولوا كده ملدنه يعني فيها مدغ شويه. هي قريبه لصنف الوادي الجديد والسعوديين بيحبوا النوع ده كمان تقريبا او الخلايجه في السوق المصري. انت عارف ان احنا السوق المصري بيستوعبوا للمنطقه بتاعت الخليج واليمن وسوريا والسودان عشان كده قلت لك مصر بقت في المنطقه العربيه يعني بي 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 بتشتغل على كل الاصناف او بيشتغل عندها كل الاصناف. بس كده. كلمني على اخر حاجه في المجدول. عايزين نفتح برضك الساده المشاهدين الناس تسال برضك نوع المجدول ايه عشان اوضح للناس. المجدول ده من اغلى انواع البلح في السوق تمام ونسبه المواصفات. عايزك تكلمنا اخر حاجه عن مواصفاته تاني عشان في الساده المشاهدين بتسالنا الاسعار عامله كام وليه هو غالي. فترجع نقول مواصفاته تاني عشان ما لحقش معانا اللايف. المجدول برضو تاني كده هقول لكم عليه ليه سبب ان هو غالي. احنا فكره المجدول احنا خدناها كمنطقه من المغرب بعد كده انتقلت لكاليفورنيا اشتغلوا عليها شويه واحنا لما جينا اشتغلنا عليها في مصر. اكتر حاجه بتتشهر بيها المجدول اللحم بتاعه. ده سبب الغلو بتاعه وهم بيسموه ملك التمور عشان كده ان هو مليان لحم. يمكن انا لو وريت حضرتك الفيديو بالنسبه للاصناف الثانيه مليان لحم. يمكن كنت فتحت لكم واحده من شويه دي اهي شوف مليانه النسيج بتاعها مليان لحوم من جوه. حاجة غنية جدا 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 بالمية غنية شوية بالألياف عشان كده يمكن حباية واحدة تكفي لنص فطار أو ربع فطار أو ثلاث حبايات بيغنوا فعلا عن الفطار. يعني الناس اللي بتحب الهيلثي فود والحاجات دي كلها ممكن ياخدوا ثلاث تمرات ولا حاجة ويجربوها مع قهوة يجربوها مع أكلة خفيفة وتنفع عشاء خفيف نفس الكلام لأن هي فعلا بتغني عن الألياف بتغني عن الألياف والكالسيوم والحاجات دي كلها ومن الحاجات المشبعه جدا 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 بالذات لو اتحطت مع المكسرات. يعني ثلاث تمرات فعلا تكفي لوجبه عشاء خفيفه او وجبه فطار خفيف. انا بشكرك. شكرا لك. للمستمع كان معكم عزوز الديب من واحد سيوة بلد السحر والجمال بالفعل وبلد التمر من هنا من معرض مهرجان التمور.
كان معكم عزوز الديب من واحد سيوة. اشكركم شكرا جزيلا.